بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سنة سعيدة، كل عام وانتم بألف خير، ونتمنى ان شاء الله هاد السنة هذه تدخل علينا بالصحة والهنا وطول العمر. دائما كنسقوا مع الناس موالين المهنة، احنا ما كنجيوش نديروا شي حاجة بلا موالين المهنة. عندهم جمعيات منظمين في واحد المجموعة تاع الجمعيات، عطيتك نعطي مثال نتاع ماكلتي نتاع طريق وجدة، نعطيك مثال نتاع ماكلتي نتاع الساحة نتاع محمد الخامس، نعطيك مثال نتاع لي ساندويتش اللي راهم كاينين حدا سوق الجملة. كلهم هادو كانوا الناس كتراهن على الفشل ديالهم، ولكن الحمد لله كلهم نجحوا. باش نجحوا راه نجحوهم الناس اللي كيشتغلوا تما، هذوك المواطنين اللي كيشتغلوا تما. المنصة التجارية أنا نقول جميع الشروط موفرة فيها، النظافة، الحراسة، الإنارة، جميع الشروط موفرة، إلا الناس اللي كتجر داخل المنصة يحاولوا. وكنا درنا معهم، أنا درت معهم عدة لقاءات تقريبا هذه في السنة اللي دازت، جميع المطالب اللي طلبوها بينا احنا كجماعة، ولو احنا عندنا اتفاقية مع الشركة المية المحلية وجمعنا درنا اجتماع، جبنا الشركة المية المحلية طلبوا خفضوا لهم السومة الكرائية، خفضنا لهم فيها. طلبوا نجيبوا لهم النقل، جبنا لهم النقل الحضاري. طلبوا نجيبوا لهم تاكسي صغيرة، جبنا لهم تاكسي صغيرة. ولكن كيبقى الدور ديالهم هما لاجل باش يتعاونوا باش ديك المنصة تشتغل. راه ديك المنصة راه صراحة راه الا جينا نشوفوا الجهة الشرقية كلها راه ما كايناش هذيك المنصة اللي كاينة في ذاك الموقع. المجزرة غادي باقي لها ان شاء الله بحول الله هو الشهر شهر ونص ما غاديش يدوزوا. اخيرا راك جا الوزير، انا بدوري بعدا نشكر السيد وزير الفلاحة على المجهودات، على المجهودات اللي قام بها. حقيقة كملنا زاد لينا واحد 8 مليون درهم لاجل باش ان شاء الله المجزرة تكمل، وغادي تكمل بمواصفات ان شاء الله نتاع المجازر اللي راهم عندنا واحد 5 على الصعيد الوطني، واللي خص تعرف بان ما حتى لاغريمو الرخصه نتاع لونسا راه تعطات للمجزرة. لحقاش المجزرة صافي راه وصل دروك 90 حتى 95%، باقي داك الاصلاحات داك لاميناجمون اللي راه باقي لنا على برا ان شاء الله، وغادي تفتح المجزرة بحول الله. ومجزرة ان شاء الله اللي راه ما كايناش بعد على الصعيد الجهه، وغادي تكون ما بين دوك الاوائل نتاع المجازير اللي 5 على الصعيد الوطني. ظرف 4 سنين واحد المجموعة نتاع الطرقان اللي تحلو الخدمة راه خصها 20 سنة ولا 25 سنة، الواقع هو هذا. ولكن الإنسان علاش إيجابيات حنا نشوفوا غير السلبيات؟ راه بعض المرات المواطن كيشوف مواطن محيد مقفالة نتاع روكار ما كيقولش اللهم إن هذا منكر ويصوروا، يقول لك لا يمكن غادي نصوروا غادي يولي يضربني ولا غادي يولي أنا معاه في مشكل. هذه وقعت وناس اللي ما قدوش يقولوا اللهم ان هذا منكر، ولا يلغاو على ناس، ولا يمشيو يحبسوا السيد، ولا كيشوفوا هكا السيد كيقلع. دوك هو الانسان يجي يطيح تما ولدي ولا بنتي ولا مرتي ولا خويا ولا اختي ولا با ولا ما ولا ها. والانسان حنا نشوفوا، انا بالنسبه لي الحمد لله الحفاري انا واحد الوقيته راه كان حفره تخرج فيها شجره، اما اليوم كاين التحسن. والانسان خصنا نشجعوا بعضنا البعض لهذا العمل اللي راه يدار، وهاد المجهودات اللي راه يدار، وهاد الناس اللي راهم ليلا ونهارا هما كيفكروا في هاد المدينه وهاد الاقليم. راه كاين جنود الخفاء اللي كتخدم في الخفاء، وكاين اللي راه يخدم الليل بعض المرات حتى لجوج الليل، بعض المرات حتى لوحده الليل. راه حنا كنا بعض المرات كنبقاو مع السيد العامل حتى لوحده الليل، حتى ل 12 الليل، وحنا الانسان وكنفكروا وكنقموا
ومع ذلك هذا الشيء ما جاش غير جا وتحط، راه ما جاش غير جا هكا وتحط، راه هذا الشيء داروا فيه ناس مجهود، دار فيه مجهود، وباش توصل لهذه المرحله اللي وصلناها احنا الحمد لله في هذه الساعه في هذا الاقليم ديالنا ولا في هذه المدينه ديالنا، راه ما ساهلش. حقاش انا كنقول الاقليم ولا كنقول المدينه، حقاش عندي زوج لي كاسكيت، عندي رئيس جماعه ونائب برلماني، هذا هو علاش كنقول مع الاقليم، راه ما ساهلش الاخوه. ولكن قلت لك هاد الناس عندهم غير سلبيات ما كانش ايجابيات، هو يقولوا دير الناس خدمات ودارات وكذا وهذه وهذه وهذه. انا كان بعض الاخوان انا كنسميهم اعداء النجاح، حقاش كاين اللي ما باغيش هاد المدينه تجي لقدام، ولكن قلال هذوك الناس، راه قلال الحمد لله. كان لقاءات مع وزير الفلاحه، الارض درنا الاقتناء ديالها، هي اللي في طريق وجده، الفيرما الحمراء معروفه بالفيرما الحمراء، غادي يكون تما السوق. الدراسه دوزنا اتفاقيات مع وزاره الفلاحه، اعطينا متر دوفراج لوزاره الفلاحه، هي المسؤوله، هي اللي دير الدراسه وهي اللي تلونسي المارشي. واخيرا وزير الفلاحه راه تكلم في البرلمان على 5 الاسواق اللي غادي يبدا فيهم، هو ديال بركان كيقول من 2023، قال لك ودي اخر 2023 غادي يتسالى. هما ما كانوش كاع يهضروا على هذا الحي الحرفي، في الحقيقه حنا هضرنا على الحي الحرفي. انا النهار اللي جيت للجامعه انا تلقيت مجموعه تاع الشكايات، وتلقيت احكام قضائيه باش تسد لواحد المجموعه تاع الحرفيين. كي نقولوا حرفيين هما هاد النجاره لي سودور لي ميكانيك هذا هذه كلهم هادو هما الحرفيين. وفكرت لاجل باش نديرو حي صناعي للحرفيين، وراح ندخلناه في برنامج عمل الجماعه ديالنا، ولاجل ان شاء الله باش نلقاو الشركاء ونشوفوا واحد الموقع في التوسيع ديال المدينه ديالنا، لاجله ما يكونش بعيد على الساكنه. واحد الا بغى يخدم باب ما غاديش يمشي يضرب 10 كيلومتر، ولا بغى يصاوب الطوموبيل ديالو ما غاديش يمشي يضرب 10 كيلومتر، ولا بغى يخدم شي حاجه الانسان تكون قريبه له، يكون حي صناعي ان شاء الله. وهذا راه في برنامج عمل ديالنا لاجل ان شاء الله باش نفضيوه. انا لو كنت نوري لك هاد الشكايات، هادو اللي عندي، شوف سبحان الله راك تهضر لي، هادو كاع شكايات. تلقى هنا 80% نتاع الساكنه اللي كتشكي تقول لك الشجره وكتقول لي قادوس، الشجره قلعت لي الجليج، الشجره راه خلقت لي، واش الشجره داخلين عليكم بالله الاخوه؟ وانتم راه مواطنين تاع بركان وكتعرف، كاين اللي غير سؤالو عند باب الكراج ما يدخلش لدارو، وحره واش الشجره تغرس عند باب الكراج؟ وراه اللي يعقل، واش الشجره اللي غادي تقلع لك البيطور ولا تقلع لك الجليج ولا تقلع؟ راه كاين واحد الوقيته الشجر اللي خصو يدار في واحد المنتزه ولا يدار في غابه ولا يدار، جابوه داروا لنا في المدينه. حنا بالعكس، حنا راه كتحيد شجره راه مقابل ديالها 100 شجره كنغرسوها، يخصهم يشوفوا واش كان شي شجر في هذه المدينه، يقولوا لنا شحال غرسنا من شجره داخل المدينه. والنخل، النخل بالعكس راه كيدار في واحد البلاصه اللي ما كنقلعوش الشجره ونديروا فيها نخلع، كنحيدوا الشجره كنغرسوا 10 الشجرات، هذا هو اللي كاين. وكي قلت لك قبيله الانسان السلبيات خصنا نشوفوا الايجابيات، ايجابيات عاد نهضروا على السلبيات. حنا شوف النهار اللي جينا كنتكلموا على الشفافيه والوضوح، حنا بغينا نكونوا قراب للمواطن، وبغينا نشاركوا المواطن، وبغينا يساهم معنا المواطن. انا نعطيك مثال غير برنامج عمل الجماعه، حنا ما خدمناش بوحدنا، حنا راه درنا، كاين الجماعات راه خدموه بوحدهم المستشارين ومكاتب مكتب مسير معاهم، ما عارفينش واش هذا الرئيس، خدموا الرئيس بوحده مع مكتب الدراسات، جابوا قال لهم تصوتوا، راه كاين جماعات اللي راه هذا الشيء اللي راه واقع فيهم. ولكن حنا لا، حنا جينا وجبنا البرنامج عمل الجماعه بالسابق، وجلسنا وقلنا لهم ودي هالبرنامج عمل السابق، وغادي نديروا البرنامج عمل الجماعه
اللي راه كاين تحت 6 سنين وكذا، وشاركونا وشاركنا السكينة وشاركنا المواطن والمجتمع المدني، وبهذا المنبر بعدا نشكروا المجتمع المدني، الجمعيات اللي ساهموا معنا وداروا لقاءات تواصلية وداروا زعما واحد المجهود، مشكورين لأجل باش حنا نشتركوا المواطن، والمواطن يعرف الحاجة اللي راه كتوقع داخل الجامعة ديالو ولا داخل المدينة ديالو، يخص يكون عارفها ونسمعوا الاقتراحات ديالهم. وبالعكس انا بعد مرة الاقتراحات ديال المواطن، اغلبية الاقتراحات كناخذهم بعين الاعتبار وكنحطهم على ارض الواقع. اغلبية الاقتراحات اللي كاينين، الاقتراحات اللي راه مهمة، راه الواقع هو هذا. انا واحد المجموعة ديال الاجتماعات اللي كنت كندير مع الجمعيات ومع المجتمع المدني ومع المواطن، راه نستافدوا منه، ولا بد خصنا ننزلوا داكشي لارض الواقع. شوفوا اخيرا حنا علاش في اطار هذه الشفافيه والوضوح، اللي عنده شي سؤال يطرحوا علينا ونجاوبوه. والحمد لله كذلك هذه الوضعيه تاع الشكايات الحصيله تاع 2022 اللي جابتها لي المصلحه، هذه كلهم شكايات. حتى المصلحه عندي داخل الجماعه اللي ما جاوبش على الشكايه نتاعو عندي هنايا، علاش وكيفاش واستفسارات والاخر، وهذه لاجل انا المواطن ما يمكنش نخليه ينتظر. كاين بعض الشكايات اللي المصالح ما جاوبوش عليهم، ولكن كان المجلس الانسان دوزناهم لمجالس تاديبيه لاجل ما يمكنش شكايه ديال المواطن نتوصلوا بها وما نجاوبوش. وكذلك الاسئله ديال المواطنين، حنا راه الاشاره نتاع الاجوبه ديال الساكنه ديالنا تاع الكامل.